لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة وبحضور خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ. أهلا بك حورية. صباح النور سناء، تحية ليك ولطاقم برنامج ورمضان الكريم للجميع. الله يبارك فيك، مبروكة وبصحة والسلامة إن شاء الله، تبدا تكون على خير انت والأسرة ديالك وكل ساكنة شفشاون. كنوجه لهم تحية كبيرة والأسرة ديالك تما، وتحية لأهل مدينة شفشاون، وكنقول لهم رمضان كريم وتبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. مرحبا. اليوم من خلال موضوعنا في التجميل دائما غادي نتكلموا على شنو هي الطريقه الصحيحه للعنايه بالبشره والشعر واليدين خلال شهر رمضان الكريم. كنعرفوا على انه الاشغال كتكون كثيره لتفرغ العبادات، ولكن هذا ما كيمنعش على انه نلقاو واحد الوقيت، خاصه هو انه في الكوزينه كنخدموا بحويجات اللي هما طبيعيين، كنركزوا على الخضر الفواكه لا في الاكل ديالنا، ولكن هذاك الشيء اللي كنستعملوا ربما نبغيو اننا نوظفوه في اقنعه في وصفات باش ان شاء الله باذن الله الله يقدرنا في هذا الشهر رمضان الكريم. يعني في العيد كنبغيو انه كل واحد المراه تكون يعني في واحد الحله، يعني من ذاك الجهد كامل اللي ضربات يعني في شهر رمضان، كنبغيو في ديك الفتره اننا نكونوا مرتاحين، ايدينا مرتاحين، يعني ونكونوا في احسن صوره. بالفعل سنة شهر رمضان شهر التقوى والدين والعباده والاهتمام بالاولويات ديالنا، الله سبحانه وتعالى عطاه هذا الشهر باش يكون الغسل الجسم ديالنا من السموم. هذا دليل ان احنا اللي غلطنا في المعامله ديالنا مع الشهر الكريم، لان الشهر هذا مش الشهر ديال الماكله، ماشي الشهر ديال ندخلوا للمطبخ من الجوج حتى الاربعه د العشيه ولا الخمسه د العشيه وحنا كنوجدوا في الاطباق ونوجدوا في الشهيوات. كنظن ان هذه المسائل انا شخصيا كنقول راه مبالغ فيها شويه، لان حنا كمسلمين كنحاولوا نقسموا هذا الشهر هذا، كنعتنيوا بنفوسنا اولا، العباده بالقراءه القران، نشوفوا المحتاجين اللي عنده شي واحد شي حاجه نعاونوه في سبيل الله بقدر المستطاع، نصلوا الرحيم، نوصلوا على الناس، نمشيو نزوروا الناس المراض. هذا هو الشهر رمضان. بالنسبه للمستمعات ديالنا كنصحهم انهم يحاولوا يتكيسوا على راسهم شويه، وخاصه في ديك الفتره بين الجوج حتى الخمسة العشية ولا ستة وهي في المطبخ، أولا حماية للصحة ديالها، وثانيا البشرة ديالها، لأن السيدة ملي كتدخل المطبخ أولا كيكون عندها الإرهاق، كتوقف بواحد الشكل يعني ثلاثة ساعات طويلة، وهذا ماشي في الصالح ديالها، وخاصة المرأة الحامل، لأن المرأة الحامل في الشهور الأولى خاصها تحاول ترد البال لهذه النقطة هذه. ديك الوقوف ديال ثلاثة ساعات كيعطينا أضرار صحية وبما فيها العياء، ظهور بعض الأوجاع في المفاصل ديالنا، هذه كل أغلاط كتديرها السيدة في المطبخ ديالها. كذلك الفرن كيبقى شاعل، الفرن في المتر في المطبخ، هذا الفران ديال الضوء، الفران ديال الغاز كيبقى شاعل ساعتين، السيدة ما كتحسش بديك السخونيه وما كتحسش بديك داك داك ليميديتي اللي كتكون ديك هذا الرطوبه اللي كتكون في المطبخ. هذه كلها كتعطي اعراض يعني تجميليه، كتعطي بعض الاعراض يعني على البشره ديالنا، بما فيها الاحمرار، بما فيها الجفاف، بما فيها ذاك الحكه على البشره، وخاصه ملي كتكون شي تهويه في المطبخ، لان حنا المطبخ نحاولوا الفران نستعملوه بواحد الطريقه يعني تكون صحيحه، ما نخليوش الفران شاعل، ما نحلوش الفران ونسدوه، ما نديروش اي كريمة. كاين بعض المستمعات كيديروا كريمات وقايه للحراره، هذا غلط، لان اي ماده كيماويه كتحط على البشره مع ديك السخونيه كتعطينا اعراض يعني قبيحه على البشره ديالنا. كنحاولوا حنا نوظفوا كل ما هو طبيعي، سواء في التغذيه ديالنا حتى الاطباق اللي كنوجدوا، ماشي نبقاو نوجدوا غير الكميه ونحطوه، حنا نوجدوا الفائده يعني من الحاجه اللي وجدناها. نديروا الحساءات ديال الزرع، نديروا الحساءات ديال الشعير، حساءات ديال الذره، الحريره المغربيه، تكون بطريقه صحيحه، ما يكون فيها قوه داك ما نخلطوش فيها بزاف وما ندوروهاش بالدقيق الفرص، يعني نحاولوا الحريره ندوروها بالخضر، يعني بطاطا مسلوقه ولا الجزر مسلوق كنسلقوها وندوروا بها الحريره، ندوروا الحريره بالطحين ديال الشعير، ندوروا الحريره بالطحين ديال القمح، ما نكثروش فيها بزاف ديال الحمص والعدس، كل نهار نديروا فيها حويجه. بالنسبه للخضر بزاف الناس كياكلوش الخضر في هذا الشهر هذا، وهي خصها تكون مهمه، لان الخضر فيها الياف اللي كنحافظوا الجسم ديالنا من الامساك، من كذلك من ذاك السحوب ديال الوجه، ذاك النظره ما كتكونش على الوجه هي هذيك. كذلك الدهون غالبا الناس كيلتجؤوا للقلي،
يعني كتقلي الشباكيه، تقلي البريوه، تقلي الحوت، تقلي هذه المسائل من الاحسن يبعدوا عليها. حنا ناخذ الدهون طبيعيه اللي هي في سلو، يعني الزنجلان، القرقاع، اللوز، هذه كلها دهون صالحه للجسم ديالنا وكتعطينا نظره للبشره ديالنا وكتحافظنا على الصحه ديالنا وما كنتعرضوش للمشاكل الصحيه وخاصه البشره. وحنا الحمد لله الشهر دابا حنا بدينا فيه العشر الاولى رحمه، العشر الثانيه مغفره، العشر الاواخر عتق من النار. هذه خصهم يديروها الناس في البال ديالهم ونبقاو في التجميل ديالنا. العيد حنا مقبلين ان شاء الله، يعني فتره وحنا ان شاء الله بطوله العمر غادي تكون العيد والمراه كتبغي تبان في واحد الحله جديده، تبغي تبان البشره ديالنا ماشي ما كيكونش في الحين، يعني خاص ولا بدا نوجدوا واحد نديروا يعني احسن حاجه. الا عرفت كيفاش تتعامل مع هذا الشهر غادي تكون واحد المنظر جميل جدا، لا في البشره ديالها لا في الصحه ديالها، حتى الا كانت فيها يعني ديك كتكون غليظه ديك الغض الغير مرغوب فيه ولا النحافه الغير مرغوب فيها، راه في رمضان تقدر السيده تصحح الا عرفت كيفاش تصحح التغذيه ديالها راه غتوصل لهاد الاهداف اللي هي اللي باغيها هي. بالنسبه للجمال ديالنا حنا غالبا النساء دابا ما كيعتنوش بالجمال ديالنا وخاصه اليدين، لان السيده طول النهار تغسل في الاواني، هل داك المواد ديال التنظيف كل مره ما كتحسش بديها بداك الاعمال اللي كدير، ولكن ملي كتفطر كتحس باليدين ديالها بحال الا بداو كينشفوا ليها، بحال كتحس بهم الاحمرار. يعني هاد المسائل كلها تحاول ما فيها باس دير القفازات، تغسل الاواني ديالها، ويكون واحد المكونات في المطبخ تكون دائما، يعني ملي تسالي الاشغال ديالها تبغي تصلي الصلاه ديالها، يكون واحد الكريمه طبيعيه اللي هي من الشمع ديال النحل والماء ديال زريعه الكتان. يعني ملي كنطيبوا كاس ديال زريعه الكتان ونصفيوها وناخذوا الماء ديالو كندوبوا واحد ثلاثه د المعالق ديال الشمع ديال النحل، كنضيفوا هذا الماء ديال زريعه الكتان، يمكننا نضيفوا معلقه ديال زيت اللوز، يمكننا نضيفوا معلقه ديال زيت الزنجلان، كنخلطوا هذه المكونات. هذه الكريمه ننصحها للسيدات انها تكون على طول شهر رمضان ان شاء الله ومن بعد رمضان، يعني كل ما تسالي الاشغال ديالها دهن اليدين ديالها بهذا المكون ودير القفازات وتصلي الصلاه ديالها تقرا القران ديالها. وننصحهم واحد النصيحه اخرى، يحاولوا ما يسهروش بزاف لان الصهير راه مضر للصحه ديالنا وكذلك وخاصه الهالات اللي كتعطي لك الهالات السوداء. حنا نحاولوا نفطروا، هذا هو الطريقه اللي بغينا ندوزوا بها رمضان مزيان، نفطروا نصليوا الصلاه ديالنا، ناكلوا الوجبات خفيفه في الفطور، الخضر تكون اطباق ديال الخضر مسلوقه ولا مفوره، الحوت يكون في الفران ولا يكون مفور، البيض البلدي، الماء نشربوه بكثره باش ما تعرضليش البشره ديالنا للجفاف، لان غالبا النساء ما كيشربوش الماء، ما كينساو الماء، وكتقيل في المطبخ كطيب مع ديك السخونيه راه كتزيد في الحده ديال الجفاف ديالها. تحاول تشرب الماء ما بين الفطور والسحور بواحد الكميه كثيره، تسحر في الوقت المطلوب يعني الوقت العادي، يعني تفطر وتتعشى من بعد صلاه التراويح وتنعس بحالها من الاحسن. هذا هو النظام الصحيح ديال رمضان، داك السهير الانسان كيسهر وكيبقى حتى كذاك الجوج ولا الوحده ونص كياكل وينعس ما كيتسحرش، هذا هو غلط. يحاولوا يصليوا التراويح وينعسوا بحالهم، يفيقوا مع ديك الجوج ونص ثلاثه الا ربع الوقت ديال السحور، يتسحروا ولو ديك الرايب البلدي، الحسوه البلديه، اللبن البلدي، الحليب، اتاي، يعني ما يكونش مشحر، يكون بالاعشاب، وتكون اطباق خاليه من المقليات، يعني ما تكونش القلي فيها بزاف، ويتجنبوا كل العصائر يعني المعلبه من الاحسن، عصائر البربه والجزار، يديروا الخس والجزار، يديروا الدلاح والخس، يديروا هذه كلها عصائر كتعود على الصحه ديالنا بالنفع وكذلك على الجمال ديالنا وحتى على الشعر ديالنا ما كيكونش تساقط ديال الشعر. هذه هما النصائح اللي يمكن لي نعطيها للمستمعات. كيف معنا رجاء من الدار البيضاء. الو الو رجاء، مازال معنا رجاء؟ الو، واخا ناخذ مكالمه اخرى. الو الو، معنا رجاء. الو، السلام عليكم. مرحبا رجاء. الحمد لله، الله يبارك فيك. بارك الله فيك. لاله اختك كيداير الحوريه؟ بخير الله يطول عمرك، رمضان كريم. رمضان عينا وعليك حبيبي. بارك الله فيك اختي. انا عندي جوج اسئله. السؤال الاول، انا القدمين ديالي كينشفوا بزاف وكيبقاو يحرقوني بالليل، كيعطوني الحريق من جهه ديال القدم. من جهه القدم. والسؤال الثاني اختي، انا البشره ديالي ناشفه وعندي ميكروب في المعده وديما عندي داك الشيء شاحب وما عنديش ديك اللمعان في البشره ديالي. والماكله ديالك عاديه كتاكلي مزيان ولا؟ انا نقول اختي مزيان، يعني على حساب اللي
مقليات ما كناخذهمش، كنحاول ناخذ خضار يعني مع السي حليمه كنحاول نتبع تغذيه مزيانه. مزيان رجاء، على حساب يعني المشكل اللي عندك في المعده، يعني كتاخذي عليه الدواء مزال كتاخذي عليه الدواء؟ كناخذ الدواء دابا هذه انا يلاه حتى شفتوا داك الشيء. لا راه الا رجعتي عند الطبيب، لانه بعض النوبات كيكون الدواء كيكون عنده بعض الاثار الجانبيه اللي كيكون مثلا اما كيدير نشوفيه ديال البشره ولا غيره. هادشي بغيت نسول. لا انا نشوفيه البشره عندي قبل ما كناخذ الدواء، غير مع هاد سميتو مع هاد زادت الميكروب زاد زادت اي ديما عندي اللي ندير مرتاح له داكشي، وكيعطيني مشكل البشره ديما كنشوف البشره ديالي ديما ناشفه وما عنديش واحد المعاني. والماء الماء كتشربي الماء؟ وقيل الماء لا شويه. لا الماء خصك جوج لتر الماء في النهار. خذي العصائر الماء خصك جوج لتر الماء، خذي العصائر الطبيعيه دابا ركزي. بغيت نقول لك واحد كبير في المقطع، بغيت شي حساءات كنت قبلتي واحد المره واحد الحساء ديال جوج لشتات وكاس ديال زريع الحقان، زريع الزنجلان انا ما عرفتش كيفاش داك زريع الزنجلان واش نقطعو ناخذو. لا بالنسبه لك انت اي شوربه واي حساء درتي زيدي فيه معلقه ديال زريعه الكتان، معلقه صغيره ديال زريعه الكتان ولا جوج معالق ديال الزنجلان مطحون ولا جوج معالق ديال القرقاع. وركزي وركزي على الخضار، ركزي على الخضار بزاف وشربي الماء بكثره وحاولي تبعدي من الدهن. توابل، بالنسبه للتوابل اكتفي بالقزبر الحبوب، الكمون اللي بزر من الاحسن بعدي عليه، ديري غير الكمون، الورد البلدي، هذا القزبر حبوب، هادو كلهم هو التوابل اللي تبلي بها، شويه ديال الزعتر شويه ديال الازير، هادو فقط ديريهم في التوابل ديالك وتشربي الماء بكثره وحاولي مع الماكله ما تشربيش. والخضر بزاف، خذي الحساءات ديال الخضر وركزي بزاف على القرعه الحمراء. كنصحك تاخذي القرعه الحمراء، تاخذي في ربعه ديال القرعه الحمراء ونص كيلو ديال القرعه الحمراء، طيبيها عاديه بشويه ديال الماء، من بعد كديري لها شويه ديال النفع ومعلقه ديال زريعه الكتان، هذه كافيه تبقى تفطر بها مع الفطور باش ما تثقلش عليك وترخف لك شويه على المعده ديالك. فعلا كيف ما قلتي يعني اي شوربه دارتها بما انه عند البشره ناشفه وما كتشربش الماء بزاف، اول حاجه كيف ما نصحتيها انه ضروري تشرب الماء الكافي مع عصائر طبيعيه مع شربات اللي هما طبيعيين، وتركز في كاضافات ديال القرقاع والزنجلان والزنجلان، وترطب البشره ديالها بخارجيا بالزبده بلديه ديال الماعز، الشمع ديال النحال مع زيت الكوك بور دي كاريت يعني زبده ديال الشيا ذوبه، وتضيف معها واحد القرعه صغيره ديال زيت الكوك وتخلطها تكون كمرطبه للبشره ديالها واليدين ديالها. درنا عصير ديال لافوكا، داك القشره ديال لافوكا تحكى في الوجه ديالها، والعلف ديال لافوكا طحنو يعني تحكو، تحاول حيت هو صعيب باش يطحن تحكوه، هو خضر في الحكاكه، ومن بعد كديك المكونات كديرها في الخلاط الكهربائي مع صفر بيضه بلديه معلقه ديال العسل الحر، كطحن هذه المكونات مرطب وضد التجاعيد، وهذا القناع رائع حتى ديك البطول وداك الشيء ما كتبقاش على البشره. ودابا هي نيت مع هاد الصعوبه اللي عندها يعني الصحيه في المعده ديالها، تحاول كيف ما قلتي تركز على الماء والشربات ويعني الخضره اللي هي يعني متوفره موسميه. ناخذوا معنا نعيمه من الرباط. الو الو الو، السلام عليكم. ألو. نعيمه مرحبا. شكرا، الله يبارك فيك. الله عليكم. لا لا بارك الله فيك، بارك سعيد علينا وعليكم الصحه والسلامه يا ربي. نعيمه تفضلي. اختي بغيت نسول السيده هي على واحد المشكله عندي في عيني، ما بقاش الكحول كيقبط لي في عيني. عندك ليسان؟ عندك ليسان؟ لا لا ما عنديش ليسان. وكنتي كديري قبل ما ديري الكحول كنتي كديري ذاك هذا ستيلو ديال الكحول؟ لا لا كنت كندير غير الكحول البلدي، واحد الساعه ولات عيني كتلوحو كترمي ذاك الكحول. ما كدمعش عينك؟ عينك ما كدمعش؟ لا لا. شفتي هذا المشكل مع الطبيب ديال العينين؟ شفتي بغيت نقول انا تشوف الطبيب ديال العينين؟ لا شفت معاه. شنو قال؟ مشكل في العينين غير وكان هذاك الكحول ما تيبقاش لي في عينيا. يمكن الكحول ماشي من الجوده، ماشي لا يمكن الكحول ما مصاوبش مزيان، ما كيدقش مزيان يمكن، وما كتاخذوش شي بلاصه. شوف شي مره كبيره تحك لك تدق لك الكحول وتضيف لك معها العظم ديال التمر، تضيف لك معها العظم ديال الزيتون، يعني الكحول البلدي التقليدي اللي كانوا كيديروه جدودنا. لان ما كنظنش ان الكحول الا كان طبيعي ومصاوب بطريقه طبيعيه انه كيوقف على العين وما يمكنش يتحيد من العين، ما يمكنش الا وتكون شي ماده اخرى ما غير الكحول، يا كنت كتشم شي مكان غير زعما شي مكان ما معروفش. نعم اختي حوريا الله يخليك، بغيت رقم الهاتف ديالك اذا كان ممكن. ما كاين حتى مشكل نعيمه، خليك معنا نرجعوك للستوندار، ومشكوره سميحه تعطي رقم الهاتف ديال حوريه. مستمعه كتسولك كتقول مبروك رمضان الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، شكرا لك بزاف. الله يجازيك بخير، تولي الخبيره ديال حوريه. انا عندي الشعر ديالي فيه قشره بزاف، فباش تنصحيني مع العلم انه كترضع يعني والولد ديالها عنده شهرين.
بالنسبه للقشره في الشعر تكتفي بمواد طبيعيه حلاش كتصدع، تاخذ السلميه وخل التفاح، يعني خل التفاح يكون طبيعي، تاخذ واحد ربطه ديال السلميه تقطعها طريفات صغار تقصها مزيان وديرها في ديك القرعه صغيره ديال الخل التفاح وتخليها واحد المده ديال يومين، بعد تخلط القرعه مزيان وتاخذ القطن وتبقى تشقق الشعر ديالها بهذا المكون هذا، وقبل ما تمشي للحمام تاخذ واحد البصله تحك بصله وحده ودير معاها معلقه ديال زيت الخروع ودير معاها واحد الثومه محكوكه، تخلط هذه المكونات وتشقق بهم الشعر ديالها لان مضاد للقشره، وملي تغسل دائما تشلل الشعر ديالها بالخرطال والحامض. الناس اللي عندهم القشره دائما ملي تغسل الشعر ديالها تحاول تاخذ واحد الكاس ديال الخرطال، طيبوا جوج كيسان ديال الماء، تصفي داك الماء وتعصر فيه نص حمضه، هو يكون التشليه الاخيره للشعر. ودائما تحاول في الحمام دير ديميلوغ ديال الدرقه، لان الدرقه يعني فيها مواد جد جد فعاله للفروه ديال الشعر. كناخذوا داك الماده الهلاميه ديال الدرقه، وملي كنغسلوا الشعر ديالنا كناخذوا ديك الماده الهلاميه وكنديروها كديميلوغ على الشعر، كتبقى واحد المده ديال 15 دقيقه ونشلوا بالماء عادي، ومن بعد كنشلوا بالخرطال والحامض. يعني هنا كنحدوا من هذا المشكل ديال القشره. وإلا كانت عندها البشره ناشفه تحاول تشرب الماء بكثره، تحاول تاخذ زنجلان، تحاول تاخذ الخضر بزاف، ومره مره دلك الفروه ديالها بالزيوت الثلاثيه اللي هي زيت الخروع، زيت العود، وزيت اللوز المر كمية متساوية، ومرة مرة بخاخات من الزعتر، أزير، الورد البلدي، البابوج، يعني نوعوا البخاخات، تكون جالسة كتفرج ترش الفروة ديال الشعر وتدلك برؤوس الأصابع ديالها وتشرب الماء بكثرة. ناخذوا معنا سعاد من تارودانت. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سعاد، مرحبا. بارك الله فيك، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، ورمضان المبارك كريم، يعينوا عليكم بعنا الصحة. الله يطول عمرك على الله، الله يبارك فيك. الله يخليك. عندي جوج أسئلة لأخت حورية. أنا عندي فقر الدم بزاف حاد، وكنحس بالعياء وبالسخفة وبسميتو، وبغيت أميم طون نقص الوزن في هذا الشهر الكريم، إلا جات على خاطرك الله يخليك، بغيت شي وصفة تعاوني. بالنسبة لفقر الدم تبع عند الطبيب، عندك الدواء؟ عندي الدواء تبع. حاولي ديري هذا العصير ديال البربا والتمر، يعني مهم بزاف هذا، غتاخدي ربعه ديال البربا وربعه ديال التمر طيبيهم في يطرو ديال الماء، ومن بعد كي تطحن كتضيفي معاه معلقه ديال النفع، ثلاثة المعالق ديال القرقع، وجوج معالق ديال الزنجلان، وتعسل بالعسل الحر، يعني من الأحسن ديري العسل الحر كعصير ديرو مع الفطور تبقى تشرب فيه حتى للسحور. الله يخليك، الله يخليك. أختي عندي حتى شعري كيطيح بزاف، التساقط ديال الشعر بزاف. سي نورمال، دابا حنا دابا بالنسبة للفقر الدم كيكون نموك ديال الحديد في الجسم ديالنا، والحديد هو واحد المعدن اللي كيوصل الأكسجين لمناطق الأعضاء في الجسم ديالنا، يعني ملي كيكون الدم ديالنا ما فيهش الكافي من الحديد ما كيقدرش يوصل لبعض المناطق اللي رؤوس ديال الأظافير، الفروة ديال الشعر، يعني خصنا نعاونوا الجسم ديالنا بالمعدن ديال الحديد، ناخذوه في التغذية ديالنا، يعني البيض البلدي، ناخذوا الحوت بكثرة، يعني خذي الحوت ديريه في الفران، ولا تسلقيه وديك الماء تشربي الماء ديال الحوت، ديري في مثلا البيض البلدي، تحاولي ديري الوجبات ديالك تدخلي فيها البيض البلدي، خذي الخضر بكثره، ركزي على البربة بزاف، وركزي على البطاطا الحلوه، واخا دابا ما كايناش تلقاها واخا قليله، وركزي بزاف على الفواكه، لان الفواكه فيها الفيتامين سي، والفيتامين سي بالنسبه للجسم ديالنا راه واحد الفيتامين اللي كيحفز جميع المعادن تخدم في الجسم ديالنا بواحد الطريقه صحيحه. حاول تاخدي البيض البلدي، حاول تاخدي العصائر الطبيعيه، ركزي على الدلاح، ركزي على السويله، على دابا الخير موجود، خير موجود في بلادنا الحمد لله، كل شيء موجود، غير انت بعدي من المقليات وحاولي تشربي الماء بكثره، وبعدي من التوابل اللي كتضر في الجسم، ركزي فقط على الورد البلدي، القزبر، حبوب، خذي النافع، خذي الخضر بزاف، خذي القرعه الحمراء، خذي هذه المسائل كلها في التغذيه ديالك، تحاولي تكون في الفطور، يعني تفطري بواحد الحساء خفيف ديال الذرة ولا ديال الشعير ولا ديال اللان بالحليب ومعسل بالعسل، خذي التمر، خذي الشريحه بكثره، يعني المسائل كلها الا عرفتي كيفاش تنظميها في هذا الشهر هذا راه غادي تدركي الموقف، وطبعا مع استشاره طبيه. كيف ما قلتي بحال دابا كنتي ديك المره تكلمتي على القرعه الحمراء، دابا فرصه اننا نديروها عصير يعني مفوره كيف ما عطيتي، مع بدل ما اننا نديروها مع الليمون، قرعه مفوره الحمراء مع الليمون. السويله كتجي رائعه، ومع السويله يعني كنسلقوها، نستافدوا منها. كنسلقوا القرعه الحمراء وديك الماء ديالها فيه كنخليوه
وكنضيفوا معها السويله وكنطحنوا هاد المكونات كلها ممتاز. وكنسمو بالنعناع، نسمو باي نعناع زعتر هو كيمشي عصير ممتاز كيجي مع القرعه فعلا. الا سمحتي كاين تساؤل ديال المستمعه اللي توصلت معنا يعني في موقع لامولاتي بوان ام ا كتقول على انه عندها المشكل ديال الشيب في الحجبان ديالها، وبغات ربما تكون مثلا شي صباغه اللي ممكن انه تساعد بها، يعني الام ديالها عندها هذا المشكل. بالنسبه للشيب النصحه دير الورق ديال السلميه، الورق ديال الريحان مطحونين تخلطهم بشويه ديال زيت الخروع ودير فيهم المعلقه ديال العظومه ديال التمر محروقين. واخا نعاودوا الورق ديال السلميه والريحان مطحوقين مزيان وتخلطوا بزيت الخروع، وكنديروا معاهم تقريبا واحد معلقه حتى المعلقه ونص كبيره ديال العظومه ديال التمر محروقين مطحوقين مزيان، كنخلطوا هاد المكونات وكتراسي بهم الحجبان ديالها يوميا بالليل. هنا هذا المشكل ديال الحجبان غالبا وغادي يتعرضوا عليها المستمعات اللي كيصبغوا الحجبان ديالهم بالصباغه ديال هذا هو غلط، لان حنا اللاميلانين ديالنا كاين بعض المناطق كتكون ضعيفه باش كنحاولوا عليها، حنا كنحاولوا عليها بالمواد الطبيعيه يعني بحال زيت الخروع بحال زيت القرقاع بحال القشور ديال القرقاع، هادو كلها تبقى تراسي بهم الحجبان ديالها الليل الليل، وتاخذ حتى اللوز الحر يعني تاخذ واحد الكميه ديال اللوز الحر تحرقها دقه وتبقى تشقق تراسي بها الحجبان ديالها، يعني حتى كيتلونوا هذوك مع الوقت وهي تركز على التغذيه ديالها. كيف ما شرتي ربما مثلا واخا السيده ما كديرهاش، ولكن شرتي النقطه على اساس انه ملي نصبغوا الشعر ديالنا بزاف ديال السيدات اللي كتطلب حتى من الكوافير ديالها انه يصبغ لها الحجبان ديالها، لا هذا غلط، لانه الصباغه ديال الشعر ما غاداش مع الحجبان لانه هاد البلاصه كتكون رهيفه بزاف. من الاحسن تكتفي بمواد طبيعيه، من الاحسن على الاقل دير غير اللوزه تحرق الراس ديالها وتبقى تراسي بها الليل للحجبان ديالها. تبارك الله شي اللي كان زمان يعني زمان كانوا كيديروا الحرقوس ولا واحد بهاد المواد بالقرنفل ولا القرنفل والقرنفل المحروق والعظمه ديال التمر كيعطي واحد اللون زوين عندك الماء بارد. هذه مواد زوينه وطبيعيه. معنا حنان من اكادير. الو مع الواحد. مرحبا حنان. الله يبارك فيك. مرحبا. عواشركم مبروكه باش ما سميتش. علينا وعليك. شكرا لك بزاف. تفضلي. ندير اخت حاليا هذا عندي تساؤل الحاليه شويه عندي مشكل في هاد الصف ديالي في الوزن بزاف. دركا فاش كنتريني باش نقص خرج لي المشكل ديال التشقق ديال الجسم ديالي كامل شقق كنحس به. الفيرجيتور أيه. واخا بالنسبه للتشقق ديال اللحم حاولي تركزي على زيت الزنجلان دلكي بها دائما الجسم ديالك، والتغذيه لان الغلط راه غير من الماكله، راه ما يمكنش تاكل شي تغذيه طبيعيه وتغلاضي. ملي كناكلوا الالياف وكناخذوا الدهون الطبيعيه ولا كناخذوا الشربات والحساءات الطبيعيه راه من المستحيل ان الانسان يتزاد في الوزن. الا عرفتي كيفاش تكليف هذا رمضان، لان دابا الناس الاغلبيه كياكلوا الحلاوه بزاف، كياكلوا داك المسمن بالسمان والعسل والمقليات وداك المسائل كلها راه مضره للصحه ديالنا، وكتعطينا دهون في مناطق في الجسم ديالنا يعني في الباطن في في في, في الكتف ديالنا في يعني في المناطق الغير مرغوب فيها. لان كنصحك تحاول تشربي الماء بكثره، العصائر الطبيعيه، ودائما دخلي الخس في العصائر ديالك والخيار، يعني ديري الخيار واللي دير العصير ديال الخيار والخس، تحاول دير واحد شويه ديال السكنجبير مطحون يعني محكوك. السكنجبير في الدار راه موجود عندنا. بحال دابا تركز بزاف على الخيار في العصير ديالها، ودير القرعه العصير ديال القرعه الخضراء، يعني كناخذوا القرعه الخضراء كنسلقوها وكنطحنوها مع شويه ديال النعناع ولا شويه ديال الزعتر، ونحاولوا نسموها. الى السيده ما قدرتش تشربها هكاك تحاول تضيف معها معلقه ديال العسل الحر. الماكله ما تاكليش وتنعسي، يعني حاولي تاكلي في الفطور، صلي التراويح ديالك ودي واحد طبسيل ديال الشلاضه منوع، وطريف ديال اللحم ولا طريف ديال الحوت ولا طريف ديال الدجاج، وبقى حتى للسحور نوضي تسحري بالرايب البلدي ولا اتاي ولا طريف ديال الحرشه بالفرماج يكون ديال الريجيم. يعني المسائل كلها الا تبعتيها راه ما يبقاش عندك الغلط، وهذا ما يمنعكش بانك ديري حركات رياضيه قبل صلاه المغرب في الدار، يعني ماشي بالضروري تمشي لاصال ولا تمشي دير المشي الا ما كنتش كتقدر عليه في الدار، ديري واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه قبل المغرب حركات في الدار. راه كاين دابا الفضائيات اللي فيها التمارين الرياضيه، تبعيها وغادي تلقى نتيجه ان شاء الله. ناخذوا معنا نعيمه من الرباط اخر مكالمه. واخا للاسف يلا نتوقفوا لانه كاين مكالمات، ولكن للاسف ما بقاش لنا الوقت. كنعتذروا وفاء للاسف ما بقاش لنا الوقت. غير هي النصيحه اللي ننصح السيدات، يحاولوا يشربوا الماء بكثره،
يديروا اقنعه طبيعيه للبشره ديالو من بعد الفطور، يعني ملي تفطر السيده وتبغي تنعس تعطي واحد نص ساعه ربع ساعه كاع للصحه ديالها، تشرب ماء بكثره، تدليك البشره ديالنا بزيوت، واحسن زيت انا اللي كنصح به السيدات باش اللي ما عندهاش الزيوت اللي هي يعني موثوق منها تاخذ غير زيت العود لانها فعاله للبشره ديالنا وكتعطي واحد النضاره وترطب البشره ديالنا بطريقه صحيحه. ويمكننا نرطبوا البشره ديالنا بالعسل الحور والزبده بلديه، يمكن بالنسبه للبشره واليدين ديالنا والقدمين ديالنا، يعني العسل الحر، معلقه ديال العسل الحر وجوج معالق ديال الزبده بلديه ديال الماعز، كنخلطوا هذه الكريمه هذه وكندهنوا بها كمرطب للبشره ديالنا، ودائما ملي ندوشوا نشلوا الجسم ديالنا وندهنوا دائما بزيت العود، ونحاولوا ما نوقفوش بزاف في المطبخ، نتجنبوا ذاك الوقوف ثلاثه ساعات لهذاك اللي كيعطينا ارهاق كيعطينا تعب، وراه السيده ملي كتوقف في المطبخ كتحس براسها عيانه، راه تما كيبان بان الجسم راه عطيتيه شي حاجه اكثر من القياس ديالو. الانسان ملي توقف السيده تحاول تدور شويه ترتاح، دير واحد الكرسي في المطبخ ترتاح عليه، دير حركه الرجلين ديالها باش تفادى المشكل ديال الدوالي ديال الساقين، تحاول مره تحرك الاصابع ديالها، دير واحد الحركه ديال الكتف باش ما يضرش الكتف ديالها والعنق ديالها، تحاول ما تبقاش مركزه غير واحد الاتجاه بالنسبه باش هذا العمق ديالها ما يضراش. هذه هي النصائح اللي يمكن لنا نعطي للسيدات ان شاء الله، ومازال نصائح اخرى في هذا الشهر المبارك. وتحاول السيده على الصحه ديالها، الصحه ديالها كاينه في المائده الافطار اللي كتوجدها، تحاول تسول وتبحث ودير الطبله يكون عليها الفائده اكثر من الكميه، اذا كانت الفائده واخا غير طبق واحد ونستفدوا منه احسن من طبله عامره وما فيها حتى شي افاده للصحه ديالنا. وتحياتي للجميع ورمضان كريم وتبارك الله عليكم. شكرا لك بزاف خبيرة الشعر والتجميل حرية شويخ على كل هاد النصائح التجميلية اللي قدمتي لنا اليوم، ونلتقيو بك ان شاء الله في موعد ثابت باذن الله الثلاثاء المقبل.